ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنتكلم النهارده في جزء خاص بالبروجرامنج الاعدادي او لاي حد بيدرس فلوت شارتنج، سواء في ماده اي تي في اي كليات خاصه او في عموما في هندسه المنصوره. الجزء ده انكلودد في المنهج بتاعكم اللي هو الفلوت شارتنج. طيب بدايه كده، ناس كتير من عندكم طلبوا مني يا باشمهندسه احنا مش فاهمين يعني ايه فلوت شارتنج، طب ده لازمته ايه، طب الناس بتاخده ليه، الحاجات دي كلها. طب اوكي، احنا ملي عشان ما نطولش عليكم هنتكلم النهارده عن ثلاث حاجات. هنتكلم يعني ايه بروجرام، هنتكلم يعني ايه الجوريزم، هنتكلم يعني ايه فلوت شارت. اوكي، فبالتالي احنا النهارده مينلي هنتكلم على الثلاث حاجات دول، وهنبقى عايزين نعرف الاسئله مثلا الام سي كيو بالنسبه للناس بتوع هندسه اللي ممكن تيجي في الامتحان. هنعرض بعض اسئله الام سي كيو اللي المفروض ان هي تفهموا ان انتوا فعلا بعد ما نشرح عارفين تجاوبوا على الحاجات النظريه عشان ما تبقوش قلقانين من الامتحان. بس عموما احنا دلوقتي هنتكلم اصلا في المنهج نفسه عشان تفهموه. طيب بص يا سيدي، اول حاجه يعني ايه اصلا كلمه بروجرام؟ بروجرام اصلا يعني برنامج. طب باشمهندسه يعني ايه برنامج، والناس بتعمل البرنامج ده ليه، وايه علاقه الفلوت شارت اللي انت بتقوليه بحاجه اسمها بروجرام؟ طيب بص يا سيدي، انت عندك اول حاجه خالص حد جالك، يوزر جالك وقال لك انا عندي مشكله ولو سمحتي حل المشكله دي. ده بالكلام ده لو انت مهندس. طب حلو، انت هتاخد منه المشكله. المشكله دي انت مش يعني يا دوب حد قال لك سي وليكن المشكله دي ان انا عايز برنامج يجمع لي رقمين ومش عارف اجمعهم، انا كانسان مش عارف اجمعهم، فانت اجمع لي رقمين دول. فانت المطلوب دورك ان انت تلاقي حاجه تاخد الرقمين دول وتجمعهم وتطلع لك الاوتبوت وانت قاعد حاطط رجل على رجل ما بتعملش اي حاجه خالص. تمام، دي لو فرضا ان هي مشكله صغيره. في مشكله تانية كبيره، لو انت حد بقى في اي كليه من كليات اسنان مش عارفه ايه صيدله الحاجات دي كلها، عندك مشكله تانية مش عارف تحلها، فجالك شخص قالك لو سمحتي، او انت بقى اللي رحت لحد قلت له انا عايز احل المشكله دي، فالشخص ده هيعمل ايه او يحلها ازاي، او انت هتقدر توصف له المشكله ازاي اصلا. يبقى جزء الفلوت شارتنج اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو جزء توصيف المشكله، انت هتقدر توصف المشكله ازاي، وانت كمهندس هتقدر تحلها ازاي وتحولها لكود. فبالتالي الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو الفلوت شارتنج، جزء معناه توصيف لحل مشكله معينه. طب باشمهندسه ايه معنى بروجرام، وايه معنى الجوريزم، وايه معنى فلوت شارتنج؟ طب بص يا سيدي، ابسط حاجه خالص، المشكله نفسها دي حد يعني حاجه معينه، الحاجه دي انت المفروض هتكتب برنامج عشان البرنامج ده يحل المشكله. طب البرنامج ده ايه اللي هيفهمه؟ الكمبيوتر. طب ببساطه الكمبيوتر ده بيفهم لغه اصفار ووحايد. يبقى كده الكمبيوتر بيفهم اصفار ووحايد. اي كمبيوتر في الدنيا ما بيفهمش حاجه غير اصفار ووحايد. يبقى ده كده ايه؟ باينري لانجويج. دي احنا بنسميها لو ليفل لانجويج. يعني ايه؟ يعني لغه بسيطه. يبقى اللغه اللي الكمبيوتر بيفهمها بنسميها ايه؟ لو ليفل لانجويج، يعني لغه بسيطه خالص وصغيره. طب اللغه اللي الانسان بيكتبها وبيفهمها اللي هو انا وانت وهي وكل حاجه اسمها هاي ليفل لانجويج. فاللغه اللي الانسان بيفهمها وليكن سي بايثون اي لغه بقى من لغات البروجرامنج دي بنسميها هاي ليفل لانجويج. طب يا جماعه اللي بيوصل الهاي ليفل لانجويج يعني انا كانسان اهو كتبت كود عشان يحل مشكله، ازاي الكمبيوتر يقدر يفهمه؟ ما لازم فيه الكود ده، هي ازاي هيوصل للغه الكمبيوتر؟ عن طريق حاجه بسيطه كده اسمها كومبايلر او اسمبلر. بمعنى ايه الفرق بين الكومبايلر والاسمبلر والحاجات دي كلها واحنا مش فاهمين الكلام ده؟ الكلام ده كله هنفهمه قدام ونعرف الاسئله اللي عليه بتيجي ازاي. فما تقلقش خالص من الحته دي، انت دلوقتي ابتدي افهم معايا في الاول خالص ان احنا عندنا مشكله وعايزين نحلها عشان نوصلها من اللغه اللي الانسان بيكتبها للغه اللي الكمبيوتر يفهمها لازم هنمر على حاجات بسيطه. تمام، وبالتالي انت هتمر في النص كده بان انت تقدر تعمل فلوت شارت. فالفلوت شارت ده شويه رموز كده بسيطه، اي حد يقدر يشوف البرنامج يقدر يفهم المشكله فين، والمشكله الدخل بتاعها ايه، والعمليه اللي اتعملت فيها ايه، والخارج بتاعها ايه. يبقى الفلوت شارت ده خطوه وسيطه تقدر من خلالها ايا كان كليتك وايا كان انت مدني عماره سي اي اعدادي عام، ايا كان بقى انت مهندس ايه في المستقبل او دكتور ايه في المستقبل، هي خطوه وسيطه تقدر انت من خلالها ان انت تفهم المشكله كانت ايه وحلها ايه وتوصيفها ازاي، سواء هتنقلها لحد او سواء انت نفسك هتحلها. اتفقنا؟ يبقى ده معنى الفلوت شارت اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. فبالتالي احنا كده دلوقتي هنعرف يعني ايه بروجرام، هنعرف يعني ايه الجوريزم، هنعرف يعني ايه فلوت شارتنج، هنعرف المفاهيم العلميه ليهم، وهنعرف اما يجي لك لو انت هندسه يعني ام سي كيو
يجي لك مثلا مصطلح معين انت تقدر تحكم منين اذا كان ده بروجرام ولا كان الجوريزم ولا كان فلوت شارت. طب يعني ايه ال يو، يعني ايه كنترول يونت، يعني ايه رام، يعني ايه روم، ايه وحده التخزين دي، ايه وحده الادخال، ايه وحده الاخراج، ايه وحده المعالجه. الحاجات دي كلها انت لازم تكون عارفها، حتى لو انت مش كليه هندسه انت لازم تكون عارف تتعامل مع الكمبيوتر بتاعك، لازم تكون عارف ايه الحاجات اللي ازاي بدخل حاجه، ازاي بخرج حاجه، ايه اللي بيحصل جوه الكمبيوتر من اول ما بدخل المعلومه لحد ما في الاخر بتطلع لي خارج معين، الحاجات دي كلها بتحصل ايه. فانت لازم تكون فاهم الكلام ده كويس جدا. فبالتالي انت ما يجي لك مشكله معينه ويقول لك لو سمحت حلها، فدي معناها اكتب لي برنامج معين. طب انت هتكتب، فانت هتكتب البرنامج ازاي؟ هتكتبه عن طريق ان انت تعمل حاجة اسمها خطوات، تقول انا هدخل كذا، انا هعمل عملية كذا، انا هخرج كذا. الخطوات دي اسمها ايه؟ اسمها ستيبس. الستيبس دي بتاعت ايه؟ بتاعت الالجوريزم. يبقى البروجرام البرنامج مجموعة انستراكشن بكتبها عشان الجهاز ينفذها. الاول هكتبها ازاي وانا مش فاهم؟ ما انت الاول ببساطه اول ما يجيلك اي مشكله هتحولها لخطوات، تقول انا هدخل كذا والعمليه كذا والخارج كذا. الخطوات دي اللي في النص اسمها ايه؟ اسمها الجوريزم. طيب الالجوريزم ده بقى باخده، باخد الستبس دي واحولها لشويه رموز. شويه الرموز دول بقى اسمهم فلوت شارت. يبقى هو ده بقى الفلوت شارت اللي انا بتكلم عنه، مجموعه الرموز دي، بحيث ان انت اول ما تشوف مجموعه الرموز دي شكل اي فلوت شارت تبقى عارف ان انت الفلوت شارت ده بيعمل ايه، بيحل مشكله ايه، والدخل ايه، والخارج ايه، والعمليه ايه. وده بالنسبه للهندسه المطلوب منهم ان هم اول ما يشوفوا فلوت شارت معين الدكتور يسالك الفلوت شارت ده بيعمل ايه، البروسيس اللي هو بيعملها ايه، طب الاوتبوت اللي هيطلعه في الاخر ايه. لازم تبقى عارف ده. الناس بتوع كليات العمليه سواء طب او صيدله او هندسه او سوري اسنان او الحاجات دي كلها، انت هتدرس الحاجات دي ليه؟ هتدرس الفلوت شارتنج ليه؟ عشان تقدر توصف لاي حد بعد كده مشكله. لما يحصل عندك مشكله يعني هتجيب ورقه وقلم كده وتقول والله انا عندي مشكله، المدخلات بتاعتها كذا والعمليه بتاعتها كذا والخارج اللي عايز اوصل له كذا. فتقدر ترسم الرموز البسيطه دي، الفلوت شارت مجموعه رموز بسيطه بتوضح الدخل والعمليه والخارج. فتقدر انت ترسم الرموز دي، وبالتالي اي حد يشوف الرسمه خلاص انا جاست انا شفت الرسمه، اه والله ده كان في فلان عنده المشكله دي وبعت لي بس الرسمه دي، الصوره دي بعت لي البيبر دي عشان اقدر افهم منها ان هو عنده المشكله الفلانيه وانا هحلها له. تمام؟ يبقى ده الهدف من الفلوت شارت، ولازم تعرف تعمله انت لوحدك. ما ينفعش ان انت تكون مثلا دكتور كبير وتجيب حد تقول له والله ده انا عندي مشكله معينه ومش عارف اوصفها لحد فارسم لي فلوت شارت ليه. ما ينفعش ان انت تكون مهندس كبير وحد يبعت لك فلوت شارت يقول لك بص انا حسب فهمي الضيق، يعني سي انا دكتور وحسب انا ما عنديش خبره في المجال بتاعك، فانا اللي فاهمه شويه الرموز دي ان انا عندي الانبوت بتاعي، فانا عندي الانبوت بتاعي كذا وعندي البروسيس كذا والاوتبوت اللي عايز اطلع له هو كذا. هو اداك الورقه دي حسب اللي قدر يعمله شويه رموز بسيطه. فانت المفروض دورك كمهندس ان انت تاخد الورقه اللي فيها شويه رموز بسيطه وتقدر تحل له المشكله وتكتب كود وتخلي الجهاز يعمل له رن ويفهمه ويطلع الكود وتتسلم البرنامج تديه للشخص ده. اتفقنا؟ يبقى ده الخطوه الوسيطه بين اي حاجه احنا بنعملها من اول المشكله لحد حل المشكله. طب احنا ازاي هنقدر نرسم الفلوت شارت دوت؟ يبقى ازاي ان انا هرسم الفلوت شارت ده والقواعد بتاعته؟ هو ليه حوالي 9 قواعد لازم تراعيهم وانت بترسمه عشان ما تعملش حاجه غلط وعشان غيرك لما يجي ياخد حاجه يفهمها. فرضا انت حد عماره وحد عايز يدي حاجه لحد في اتصالات يوصف مشكله معينه، ايه اللغه المشتركه بين الناس دي كلها؟ ايه اللغه المشتركه بينك كعماره وبين مدني وبين اتصالات بين حاسبات وتحكم بين الناس بين ايه اللغه المشتركه بينكم كلكم؟ ما هو لازم يبقى في مجموعه سيمبلز كده معينه هي دي اللغه المشتركه بينكم، هي دي اللي بتوصف المشكله. سواء انت عندك مشكله غيرك عندك مشكله، هي خلاص رسمه معينه اول ما حد يشوفها في الدنيا كلها يبقى عارف ان الرسمه دي عباره عن ايه والرسمه دي بتتكلم عن ايه. الناس اللي بتماستر في اي مجال، مش طبيعي ان انا هبتدي في مجال فابدا اجيب كل حاجه من الاول واقرا الدوكيومنتيشن كلها، لا. يبقى ايه لازمه البيبرز اللي بتتعمل، وايه لازمه الريفيو بيبرز، وايه لازمه الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي كلها ميزتها ان هي بشوف غيري واقف فين وابتدي انا من بعد. فلازم انت تكون فاهم الحاجات دي كويس قوي، لازم تفهم ما تحفظش. احنا عايزين جيل خالي من حفظ البروجرامينج ايا كان نوعها، فانت لازم تفهم الحاجات دي كويس قوي. طيب بص يا سيدي، انت دلوقتي عرفت يعني ايه فلوت شارت وعرفت يعني ايه القواعد اللي انا برسمه بيها وخلاص نجحت ان انا ارسمه. فانا تسهيلا عليك قبل ما نبدا البرامج بقى اللي احنا هنكتبها في الفلوت شارتنج، انا هقسم لك المسائل الموجوده عندك او البرامج الموجوده عندك كلها لثلاث انواع. ليه انا قسمتهم لثلاث انواع؟ عشان انا اسهلهم عليك. يعني ايه؟ في نوع اول هحط لك فيه الفلوت
تشارتنج السهله شويه، اللي هو حد عنده مشكله ان هو مش عارف يجيب يجمع رقمين، مش عارف يجيب مساحه اي حاجه، الحاجات دي برامج بسيطه شويه. فهنعمل فلو تشارتنج بتاعها وهنسميه نوع اولاني. بعد كده النوع الثاني حاجه فيها كونديشن. يعني ايه كونديشن يا جماعه؟ كونديشن يعني شرط. بمعنى ايه؟ انت زي حد عايز تعرف انت ناجح ولا لا، فعايز تديني مجموع درجاتك في 4 أو 5 مواد، تقول يا باشمهندس انا عايز اشوف انا ناجح ولا لا قدر الله مش ناجح. فهقول لك لو انت مجموع درجاتك اكبر من 50، ايه متوسط درجاتك اكبر من 50، يبقى انت كده ناجح. لو لا يبقى لا قدر الله. طيب كلمه لو دي معناها ايه؟ معناها كونديشن. فالحاجات كلها اللي فيها لو، يعني لو انا فاتح صيدليه وعايز اشوف متوسط الربح فيها كام، لو انا عندي عياده اسنان، لو انا عندي عياده وعايز اعرف عدد الحالات اللي دخلت في اليوم، لو عدد الحالات اكبر من كذا فالربح بتاعي كذا، لو عدد الحالات اقل من كذا فالربح بتاعي كذا، طب عدد الحالات المصابه بمرض كذا، طب عدد ايا كان بقى، عدد العمال في الموقع، ايا كان ايا كان مجالك. فكلمه لو الكونديشن ده معناه ايه؟ معناه اف كونديشن. طب الاف ده انا همثله ازاي باشمهندسه في فلو تشارتنج؟ حبيبي انت اول ما تلاقي حاجه فيها اف، اول ما تلاقي حاجه فيها كونديشن، يبقى اوتوماتيك دي المسائل النوع الثاني اللي احنا هنتكلم عنه في الكونديشن. طب حلو يا باشمهندس، اتكلمتي عن النوع الاولاني وكلمتي عن النوع الثاني، طب ايه النوع الثالث ده بقى يا باشمهندسه؟ حاجه اسمها لوبينج. يعني ايه لوبينج؟ يعني تكرار. يعني فرضا انا قلت لهديل هاتي لي 2 أس 4 بكام؟ طب هي هتقعد تقول 2 أس 4 معناها 2 × 2 × 2 × 2، اوكي. طب هديل هاتي لي 2 أس 4 مليون، هتكرر لي الخطوه دي 4 مليون مره، يبقى انت كده انسان مش طبيعي. طب امال هعمل ايه يا باشمهندسه؟ هتعمل حاجه اسمها لوبينج، التكرار. هتكتب الخطوه دي وتخليه طريقه معينه كده هنشرحها بقى، تعمل لها التكرار ده او اللوبينج دي. اتفقنا؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الثلاث انواع اللي احنا هنعرضهم. اوكي، مطلوب منك تعرف الام اس كيو لو انت هندسه بيجي فيهم ازاي، وده احنا هنعرضه مع بعض بس بعد ما تذاكر الفيديو، عشان انت لو ذاكرت الفيديو كويس ساعتها اول ما تقدر ما تبص على الام اس كيو هتقول على طول الاجابه ايه. فانت دلوقتي افهم الكلام اللي احنا هنقوله في كل فيديو، في الفيديو بتاع الانترودكشن، والفيديو بتاع مسائل النوع الاولاني، الفيديو بتاع مسائل النوع الثاني، الفيديو بتاع مسائل النوع الثالث. هنغطي كل مسائل الشيت وهنغطي كل مسائل الكتاب، يعني انت هيبقى معاك اكتر من 40 بروجرام محلولين بالفلو تشارتنج ومكتوب الالجوريزمز بتاعتهم. وبعد كده هندخل على البلاي ليست بتاع لغه السي، الناس اللي في هندسه يقدروا يعرفوا ازاي يطبقوا الكلام ده بالهاي ليفل لانجويج، يعني باللغه الكمبيوتر يفهمها. فساعتها انت فعلا هتبقى خلاص عرفت ازاي تعمل فلو تشارتنج. الناس كلها اللي من جميع الكليات عرفوا ازاي يعملوا فلو تشارتنج، يعني يوصفوا مشكله ويرسموا الرموز بتاعتها والقواعد بتاعتها. بعد كده بقى الناس اللي هتدرس برمجه ايا كان كليتك ايه، بروجرامنج ممكن انت لو اي كليه في الدنيا تشتغل فيها فريلانس. بروجرامنج محتاجه بس حد مخه نضيف وفاهم ويبتدي فيها ما يحفظش بعد كده يشتغل عادي خالص. فبالتالي انت خلاص الدنيا تمام بالنسبه لك، تقدر تدخل على البلاي ليست بتاعه لغه السي وتعرف البرنامج بالهاي ليفل لانجويج. هاي ليفل لانجويج يعني لغه للانسان اللي هو انا بفهمها، لو ليفل لانجويج اللغه اللي الكمبيوتر كماشين ما بتفهمش بيفهمها. الوسيط ما بينهم بقى ده هنتكلم عنه بعد كده. اتفقنا؟ يلا بينا بقى نبدا في الجزء الاولاني. طيب احنا هنتكلم بالتفصيل بقى يعني ايه الجوريزم ويعني ايه فلو تشارت ويعني ايه بروجرام عشان الناس اللي كان واقع. طيب احنا قلنا اول حاجه ان ده جزء اساسي لاي حد هيتعامل مع الكمبيوتر، وده اسلوب حل مشكله لاي حد هيجي يطلب منك ان انت تحل له مشكله لازم تكون فاهم يعني ايه فلو تشارتس ويعني ايه الجوريزم عشان تقدر تشوف التكنيك اللي هتحل بيه المشكله. ماشي يا شباب. طبعا الورق ده كله انا هنزله لكم، ورق السكاشن عشان لو حد محتاج حاجه. طيب يعني ايه بروجرام؟ البروجرام ده يا جماعه زي ما احنا قلنا في الانترو في الاول، ان انت اما يبقى عندك مشكله، المشكله دي لازم عشان الكمبيوتر يقدر يحلها، الكمبيوتر ده حاجه مش بتفهم، فبالتالي انت كانسان بيفهم بتكتب له مجموعة أوامر كده عشان نقدر نحولها لغة الكمبيوتر اللي هي صفار ووحي. فالبروجرامينج عموما بتاخد المشكلة دي تخليك انت كبروجرامر أو كديفلوبر تكتبها بمجموعة انستراكشنز معينة، بعد كده بنحولها للغة الماشين. فانت كإنسان بتكتب بهاي ليفل لانجوج، الكمبيوتر بيفهم ماشين لانجوج، اللي بيحول ما بينهم الاسمبلي لانجوج أو الاسمبلي اللي هو الكومبايلر. فيها مشكلة؟ اتفقنا؟
طيب احنا كده عرفنا عن ايه high level language، وعرفنا عن ايه machine language، وعرفنا عن ايه assembly language. يبقى دي كده لغة الكمبيوتر، دي لغة الانسان اللي احنا هندرسها لغة السي. بس احنا دلوقتي مش هنتكلم على الحاجات دي، احنا بادئين من الاول خالص، بنراجع لكم على اللي فاتكم عشان انتوا عندكم طلبتوا ان احنا نراجع على الجزء ده. فانت عشان تفهم يعني ايه فلوت شارت، وعشان تفهم يعني ايه الجوريزم، وعشان تفهم يعني ايه بروجرامينج، وعشان تقدر تحل اسئلتهم في الامتحان، لازم الاسئله تبقى معتمده على الفهم زي ما الدكاتره قالت. فلازم تبقى عارف يعني ايه ماشين لانجوج، لازم تبقى عارف يعني ايه هاي ليفل لانجوج، لازم تبقى عارف يعني ايه اسمبلي لانجوج. ماشي يا شباب؟ زي ما احنا قلنا اللي بيحاول هاي ليفل لانجوج ليه لو ليفل، قلنا قبل كده انتربريتر والكومبايلر، وقلنا الفرق اللي ما بينهم ان انا عندي مثلا سورس كود، يعني سطور كده تحت بعض اهو، سطور كتير اكواد تحت بعض. ماشي، ايه الفرق بين الكومبايلر وايه الفرق بين الانتربريتر؟ الكومبايلر بالنسبه لي بيستنى ياخد الكود كله على بعضه، فعشان كده بياخد وقت كتير في التنفيذ. لكن الانتربريتر لا، هو بيروح يشوف سطر سطر وينفذه، مش بيستنى لحد اخر الكود. اتفقنا؟ طيب احنا الناس اللي عايزه تفهم بالاول خالص هنقول يعني ايه بروجرام. خلاص قلنا ان البروجرام ما يبقى عندي مشكله معينه وعايز الاقي ليها حل بطريقه علميه بسيطه، فعشان كده هتبع مجموعه خطوات عشان في الاخر يطلعوا لي البروجرام ده. اتفقنا؟ طيب الكلام ده كله انت مش هتحتاج ان انت تبقى عارفه غير فهم بس. طيب يعني ايه الجوريزم ويعني ايه فلوت شارت؟ طب انا خلاص عرفت ان انا عندي مشكله وعايزه احلها، عايزه احلها، وعرفت ان انا المفروض انا كانسان او انا كآلاء هكتبها بلغه كبيره، لغه هاي ليفل لانجوج. طب انا اصلا مش هقدر، سواء بقى انت مدني عماره اي قسم اتصالات، انت مش هتقدر تشوف المشكله تقوم رايح كاتب كود على طول. انت حد مثلا مش فاهم برمجه قوي او لسه ما درستش برمجه، فلازم يبقى في خطوات زي ما احنا قلنا في الاول، نحول من الحاجه المكلكعه المشكله الكبيره المكلكعه دي لحاجه بسيطه. فايه الكلام دوت؟ ده اسمه الالجوريزم. يبقى الالجوريزم باخد المشكله الكبيره احولها لايه؟ مجموعه خطوات ستيبس معينه، بعد كده باخد كل خطوه منهم احولها لرمز معين لشكل معين، وليكن بقى ايا كان الشكل، الشكل دوت، الشكل دوت، ايا كان بقى الشكل اللي انت هتحولها ليه. فالفلو تشارتنج باخد الستبس اللي كتبتها في الالجوريزم احولها لايه؟ لمجموعه رموز معينه، عشان يبقى الفرق بين الالجوريزم والفلو تشارت والبروجرام واضح بالنسبه لكم. الحاجات دي كلها بس انتوا قرايه مش اكتر. طيب يبقى احنا زي ما اتفقنا ده تعريف الالجوريزم، نفس اللي احنا قلناه، بس ده الايه التعريف زي ما بنقول التعريف العلمي بتاعه. في مشكله اهو الستبس اللي بترانسفور الانبوت للاوتبوت، بتعمل ترانسفورميشن الانبوت للاوتبوت. انا خلاص عندي مشكله معينه، لازم هحتاج ان انا اكتب خطوات من اول ما الدخل بيدخل لي لحد ما الخارج بتاعي. فالخطوات دي من اول ما الدخل دخل لحد العمليه اللي هعملها لحد ما الخارج خرج، دي كلها بنسميها الالجوريزم. طيب دي بنسميها الالجوريزم يا باشمهندس. فكل الحاجات دي ممكن تيجي ام سي كيو يجيب لك اي تعريف من التعريفات دي ويقول لك ده تعريف ايه، هل ده تعريف الفلوت شارت ولا تعريف الالجوريزم ولا تعريف البروجرام. اتفقنا؟ ماشي. بيقول لك احنا ايه الانواع البروبلمز اللي ممكن اي الالجوريزم يقدر يحلها او اي فلوت شارتنج تقدر نمثلها بيها. فطبعا اي نوع من انواع البروبلمز نقدر نحلها بالشكل ده. فيها مشكله؟ يبقى الجزء اللي احنا هناخده ده فلوت شارتنج يقدر يحل اي نوع من انواع البروبلم ايا كان قسمك، يقدر يحلها، يقدر ياخد. يعني انت مثلا دلوقتي بتتفرج عليا حد مش كليه هندسه، في ناس في كليه صيدله وطب والحاجات دي بياخدوا ماده اسمها اي تي، بياخدوا فيها جزء فلوت شارتنج وطلبوا مني برضو الجزء ده. فلو انت حد من الكليات دي، لو انت حد من الكليات العلميه، فانت يا سيدي اللي محتاج تعرفه عن الفلوت شارتنج، لان الفيديوهات دي خاصه بكليه هندسه. انت بقى لو حد في الكليات العلميه الثانيه، اللي محتاج تعرفه في الفلوت شارتنج ان انت الفلوت شارتنج ده اسلوب من اساليب حل المشكلات. طب انا يا باشمهندسه كطب وصيدله والحاجات دي بناخد الحاجات دي ليه؟ عشان انت تقدر لما تقابلك اي مشكله في شغلك تقدر ازاي تحولها لمجموعه رموز بسيطه عشان تقدر تتعامل معاها. فالفلوت شارتنج ده حاجه بتحول المشكله الكبيره خالص، زي انت دكتور اسنان وعندك مشكله كبيره واجهتك في جهاز حاجه معينه،
وعايز تحولها لخطوات بسيطة عشان تقدر توصفها حتى للمهندس اللي هيجي لك أو لأي حد. فالفلو تشارتنج ده المرحلة الوسيطة من المشكلة الكبيرة قوي لإزاي تبسطها. فأنت سواء كهندسة خلاص أخدت الفلو تشارتنج دوت اللي هو الرموز وحولتها لبرنامج، أنت كحد صيدلة وطب والحاجات دي، لا أنت هتاخد الحاجات دي عشان تقدر تفهمها وتبقى بالنسبة لك بسيطة وتقدر تديها للحد المختص. فده أسلوب وسيط، اتفقنا؟ يبقى ده الفلو تشارتنج اللي احنا هنتكلم عليه. زي ما احنا قلنا بنكتب الحاجة في ستيبس الأول، المشكلة بنكتبها في خطوات، الخطوات دي بتسمى الجوريزم، الجوريزم بنحولها بعد كده لفلو تشارت. وده التعريف العلمي بتاع الفلو تشارت، عشان لو بتوع هندسة جالهم ام سي كيو يبقوا فاهمين لما يجيلهم التعريف دوت ان ده تعريف الفلو تشارت. ده دايجرام عادي خالص بيبقى فيه سيمبلز معينة، رموز معينة بتوضح الستيبس عشان تحل مشكلة معينة. يبقى ده تعريف الفلو تشارت. يبقى احنا كده قلنا تعريف الفلو تشارت، قلنا فوق تعريف الالجوريزم، قلنا تعريف البروجرام، وقلنا الكليات التانية اللي معانا صيدلة والحاجات دي يعني ايه فلو تشارتنج، واحنا انتوا كحد يعني كليات علمية والحاجات دي هتستعملوا فيه. ماشي اوكي. احنا عايزين بقى نعرف حاجة، هنبدأ خلاص على طول نتكلم في الفلو تشارتنج عشان ما نضيعش وقتنا. شباب الفلو تشارتنج انا خلاص كتبت ستيبس معينه في الالجوريزم، هنحول كل سطر كتبناه في الالجوريزم بتاعنا لفلو تشارت بقى. يعني سي انا دلوقتي عايزه اجمع رقمين، حد جالي قال لك يا باشمهندس انا عندي مشكله ان انا مش عارف اجمع رقمين كبار، فانت هتعمل لي ايه؟ انت هتاخد المشكله من بق اهو ان هو بيقول لك انا مش عارف اجمع رقمين، دي بالنسبه له مشكله، بالنسبه لليوزر مشكله. طب حلو، انت كديفولبر او كبروجرامر هتعمل ايه؟ انت كمهندس هتعمل ايه؟ هتقول له والله يا حبيبي انت عندك مشكلة، انا هاخد منك المشكلة، بعد كده هحولها لخطوات. يعني اول حاجة هدخل الرقم الاول، بعد كده هدخل الرقم الثاني، بعد كده هشوف في عملية معينة محتاجة تتعمل، هي ايه؟ هقول لك الجمع، هتقول لي طيب تالت خطوة هعمل عملية الجمع، رابع خطوة هطلع لك الخارج. فبيمشيها خطوات، يبقى الالجوريزم ده هو اللي بيعمل الستبس دي، تمام؟ وبعدين بناخد الستبس المكتوبة بقى الخطوات اللي تحت بعضها دي نحولها لرموز، الرموز دي اللي هي رسمة الفلو تشارتنج بقى، اللي هو جزء الفلو تشارتنج اللي انت اي حد في اي كلية على مستوى الجمهورية لما يشوف فلو تشارت، يعني لما يشوف رموز معينة كده يقدر يفهم الموضوع ده، ان الشخص ده كان عنده مشكلة في ايه وحلها ازاي والحاجات دي كلها. ماشي يا جماعة؟ يبقى الفلو تشارت عبارة عن مجموعة رموز بتفهم منها ايا كان تخصصك وايا كان مجالك وايا كانت كليتك، اول ما تبص على رسمه الفلو تشارت الرموز دي تعرف الشخص اللي قبلك كان عنده مشكله في ايه. انت شايف حد هتحضر ماستر بقى والمفروض ان انت بتشوف بيبرز، مش طبيعي ان انت كشخص تقعد تشوف 10,000 بيبر قبلك عملوا ايه، تقعد تقرا الدوكيومنتيشن بتاع كل واحد فيه، لا. طب ما انت ممكن تبص على رموز معينه على طول من ورقه واحده تفهم الشخص ده عامل ايه. يبقى احنا عشان كده ايا كان مجالك فانت هتحتاج الفلو تشارتنج، عشان الفلو تشارتنج هو الحاجه اللي بتبسط الدنيا. طيب انا فرضا قلت خلاص ان الستبس بتاعتي اللي انا كتبتها في الالجوريزم، ان اول حاجه لو انا عايزه ادخل رقمين هدخل الرقم الاول، بعد كده ادخل الرقم الثاني، بعد كده هعمل عمليه، بعد كده هطلع الخارج. طب يا سيدي انت دلوقتي هتحولها زي الرموز بقى لفلو تشارت، ازاي تحول الالجوريزم لفلو تشارت؟ اول حاجه لو انا عايزه ارمز لكلمه انبوت او للدخل بعمل الشكل ده. يبقى الشكل ده يا جماعة هو الشكل الدخل. يبقى أنا لو عايز أعمل أول خطوة في الفلو تشارت هعمل إيه؟ كلمة ستارت أو كلمة ستوب في الأول خالص، الرمز بتاع ستارت أو ستوب هو ده، يعني ابدأ أو انتهي من البرنامج. طب أنا عايز أدخل أول رقم من الإنبوت، الإنبوت بيبقى الشكل بتاعه ده، يبقى هنا هكتب أي إنبوت بالنسبة لي أي دخل. طب العملية، العملية بحطها في مستطيل، أي عملية عندي بحطها في مستطيل، يبقى دي العلامة دي بتاعت ابدأ أو انتهي البرنامج أو ابدأ أو انتهي المشكلة، العلامة دي المدخلات أو الانبوت بتاع أي مشكلة في الدنيا، هنا المستطيل ده أي عملية بحطها فيه. طب فرضا أنا بقى جاي لك عندي مشكلة اللي بقول لك يا دكتور أنا عايزك تشوف لي الحالة دي لو نسبة يعني أيا كان بقى أي حاجة في التحاليل بتاعتك زادت عن رينج معين فعنده المرض ده ولا لا، طب التحاليل بتاعتها لو قلت عن نسبة معينة فهي عندها المرض ده ولا لا،
فكلمة لو معناها condition، معناها condition. فcondition بيتعمل بيرمز له بالشكل ده بالمعين ده، يبقى if أو if else أو الحاجات دي كلها أو أي decision بنحطه في الشكل ده. لو أنت حد في كلية هندسة وعندك بتقول يا باشمهندس أنا عايز أشوف مجموع درجاتي في 4 مواد وأشوف هل لو أنا ناجح ولا مش ناجح، فلو أنت عايز تقول لو عدت 50% يبقى أنت ناجح، لو أقل من 50% يبقى أنت مش ناجح. كلمة لو ديت بتتحط هنا، الشرط بيتحط جوه المعين ده. طيب لو أنا عايز أطبع بقى الناتج بتاعي، نفس علامة الانبوت هي نفس علامة الاوتبوت، برضو بحطه في الشكل ده متوازي الأضلاع ده، يبقى الانبوت والاوتبوت بيتحطوا في الشكل ده. يبقى يا جماعة تاني عشان اللي متلخبط، أنا ببدأ من البداية خالص أهو، عرفتك يعني إيه بروجرام، وعرفتك يعني إيه الجوريزم الخطوات اللي بتتكتب، وعرفتك يعني إيه فلو تشارتنج، وقلنا إن الحاجة اللي هنركز عليها في كل اللي جاي والمهمة بالنسبة لك سواء هندسة أو صيدلة أو غيره فهي الفلو تشارتنج. ليه؟ عشان الفلو تشارتنج رسمة بمجرد ما بشوفها أيا كانت كليتي إيه بعرف إن الرسمة دي الشخص ده كان عنده مشكلة ومشكلته الخطوات بتاعتها إيه وحلها إزاي، كل ده بفهمه من مجرد رسمة واحدة بس. يعني أشوف الرمز ده أقول آه واو ده الشخص ده كان عمل عملية كذا عشان كان دخل مدخلات كذا، وآه وخد قرار كذا وطلع خارج كذا، يعني من الرسمة دي الشخص ده عنده مشكلة كذا وحلها كذا. اتفقنا؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه الكلام ده. بتوع هندسة خليكم معايا لآخر الفيديو، هنشوف الأسئلة اللي بتيجي على الحاجات دي زي ما الدكاترة قالت في المحاضرة. اتفقنا؟ طيب دلوقتي في بعض الملحوظات كده الصغيرة لازم نبقى احنا عارفينها واحنا عشان ما نقعش فيها في الامتحانات واحنا بنرسم اي رسمة فلوتشارت. ايه يا جماعة الحاجات دي؟ بيقولك انت لازم وانت بترسم اي رسمة في الفلوتشارت يبقى في ترتيب منطقي في الرسومات. يعني ايه؟ يعني خلاص ماشي اوكي انا بدأت البرنامج، يعني ما ينفعش اروح احط الانبوت من غير ما ابدأ البرنامج، بحط له الاول الشكل ده عشان اقول له ان احنا هنبدأ الاول البرنامج بعد اذنك، بعد كده بنحط له ده نقول له احنا هندخل المدخلات بتاعتنا او الانبوت بتاعنا في الشكل ده، بعد كده هنشوف لو في عمليه لتتعمل هنحطها في الشكل ده، بعد كده لو في اف كونديشن او اي حاجه هنحطه في الشكل ده، بعد كده الاوتبوت بنحطه في الشكل ده او ده عادي، احنا قلنا الانبوت والاوتبوت ممكن تحطه في الشكل ده ما فيهاش مشكله. اتفقنا؟ طيب احنا قلنا ان في بعض الغلطات في الفلوتشارت الناس بتقع فيها، فلازم ناخد بالنا ان هو اول حاجه يكون سهل وبسيط مش مليان تعقيد عشان لو فرضا انت حد طالب منك تحل مشكله وبعدين رحت لا قدر الله حصل لك اي حاجه او سافرت اي دوله او ايا كان وجيه مهندس تاني بياخد منك او دكتور تاني بياخد منك الفلوت شارت ده، هو يقدر يفهم ويقدر يكمل شغل. طبيعي ان انت ما تحتكرش الحاجه لنفسك، ما تبقاش الحاجه ليك انت بس، لازم تعمل حاجة بشكل مبسط وسهل عشان أي حد يبص على البيبر دي أو أي حد يبص على الرسمة دي بتاع الفلوت شارت بتاعتك يفهم اه الشخص ده كان عنده مشكلة كذا وحلها كذا ووصل فيها لكذا أقدر أكمل عليه. اتفقنا؟ طيب التسلسل الطبيعي للفلوت شارت اتجاهه بيبقى من ايه يا شباب؟ بيبقى من فوق لتحت، ببقى ماشي من فوق لتحت أو ببقى ماشي من الشمال لليمين. اوكي؟ طيب دلوقتي بيقولك إن لازم على فكرة الأسهم دي اللي احنا هنشوفها في الفلوت شارت أي سهم من دول احنا بنسميه فلو لاين، خلاص بنقول إن هو لازم سهم واحد بس اللي يطلع من أي عملية، يعني انت عندك عملية اهي سهم واحد بس اللي يطلع منها. اتفقنا؟ طيب قلنا ايه كمان؟ فرضا أنا عندي لو قرار هاخده ديسيجن معين لازم اللي يدخل الديسيجن معين لازم سهم واحد بس اللي يدخله، لكن اللي يخرج منه ممكن أكتر من سهم عادي. يعني ايه يا باشمهندسة؟ يعني يا جماعة أنا عايزة أقولك لو الحاجة دي الدرجات دي أكبر من صفر فاعمل كذا، لو بتساوي صفر اعمل كذا، لو أصغر من صفر اعمل كذا. فأنا هنا هحط مثلا كلمة ماركس درجات، وهنا لو أكبر من صفر هقوله اعمل كذا، لو بيساوي صفر اعمل كذا، لو اعمل كذا. فبالتالي الحاجة اللي داخلة هي حاجة واحدة بس، لكن كلمة اعمل كذا او كذا او كذا فدي اكتر من حاجة، فبالتالي الحاجة اللي بتدخل الديسيجن هي سهم واحد بس، الحاجة اللي بتطلع ممكن اكتر حاجة، ممكن حاجة اتنين تلاتة انت حر. تمام؟ فبالتالي بنقول ان لازم سهم واحد بس
اللي يدخل الديسيجن، لكن اي عدد من الاسهم هيخرج منه عادي، مفيهوش مشكله. اتفقنا؟ طيب قلنا ايه تاني من الشروط بتاعتنا؟ احنا كل ده بنعرف الشروط اهو، عشان لما ندخل في الفروت شاردنج محدش يسالني يا باشمهندسه احنا مش فاهمين حاجه، او انت ليه عملتي كده، او انت ليه رسمتي الرسمه دي. احنا ملخصين الدنيا، والورق هيبقى معاكم، اي حد محتاج الورق يطلبه، ورق السكاشن مفيش مشكله. ويا جماعه ده ورق سكاشن كليه هندسه، مش كليات اللي هي الطب وصيدله واسنان والحاجات دي. هم اوكي، اما حد قال ان هو عنده مشكله في جزء الفلوت شاردنج قلت له يدخل على الشانل يشوف عشان يفهم، تمام. بس يعني مني الحاجات دي او الاسئله اللي هنقدر نقولها او الام سي كيو او الكلام ده، دي الحاجات اللي اتقالت لكم في المحاضرات في كليه هندسه، تمام. كليه الطب والصيدله والحاجات دي يتابعوا مع الدكاتره بتوعهم الحاجات بقى، طريقه الاسئله ازاي في الامتحانات والكلام ده، لان احنا ما نقدرش يعني نفيد بيها. طيب تمام. دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا دايما في قاعده تاخدها ان الانبوت بتاعك او الاوتبوت سوري انا اسفه، ان الستارت بتاعك او الستوب يعني ان انت تقول ابدا البرنامج او انتهي، احنا قلنا تتحط في الشكل ده، بس لازم سهم واحد اللي يدخل له او يخرج منه، هو سهم واحد بس. فسواء ستوب او ستارت هو سهم واحد اللي داخل او خارج، ما ينفعش اكتر من سهم، لان انت بتقول له ابتدي البرنامج فخلاص هو يعني ابتدي، مفيش اوبشنز تانية، برضو اخرج من البرنامج مفيش اوبشنز تانية، تمام. طيب ايه تاني؟ يقولك لازم تتأكد في النهاية ان الفلوت شارت بتاعك ماشي يعني بشكل منطقي لوجيك من البداية للنهاية. يبقى لازم تتأكد في البداية للنهاية ان الشكل بتاعك ماشي بتسلسل منطقي، ان انا فعلا في الاول عملت ستارت، بعد كده دخلت الانبوت، بعد كده عملت بروسيس، بعد كده طلعت الاوتبوت، بعد كده قفلت البرنامج او عملت ستوب. لازم يكون في تسلسل منطقي، عشان زي ما قلت لكم اي حد يجي يشوفها يقدر يفهم الكلام، ماشي. طيب اخر خطوه بقى عشان تتاكد ان انت عامل الفلوت شارت بشكل صح، هتعمل ايه؟ هتعمل ارقام افتراضيه في الفلوت شارت. يعني ايه؟ يعني اي فيرتشوال نمبر، يعني فرضا انت عايز تجمع رقمين، وانت عملت السيمبلز اللي هي الرموز بتاعه الفلوت شارت وخلاص وحطيت الرموز دي، تقوم مدخل اي رقمين وهميين وتمشي مع الفلوت شارت بتاعك، تشوف فعلا كل خطوه اما دخلت فيها الرقم في الاخر اداك النتيجه ولا لا، عشان تشوف هل فعلا في تسلسل منطقي ان انت بتحل المشكله ولا لا، ماشي يا شباب. يبقى بالتالي عشان ما تتلخبطش مني لحد دلوقتي، احنا الحاجات اللي اتكلمنا عليها ايه؟ الحاجات اللي اتكلمنا عليها يعني ايه الجوريزم، يعني ايه فلوت شارت، يعني ايه بروجرام، العلاقه بين الالجوريزم والفلوت شارت والبروجرام، لازم تبقى فاهم الكلام، ماشي. طيب انت فهمت الحاجات دي كلها، فهمت يعني ايه هاي ليفل لانجويج، وفهمت يعني ايه لو ليفل لانجويج او ماشين لانجويج، وعرفت يعني ايه اسمبلي لانجويج. الست مصطلحات دول لازم تكون فاهمهم قبل ما تبدا المجال ده، ما ينفعش تكون حافظهم. طب انت فهمت الحاجات دي كلها، الناس بتوع هندسه لازم يبقوا عارفين يعني ايه رام، ويعني ايه روم، ويعني ايه ال يو، يعني ايه كنترول يونت. الحاجات دي كلها هنجمعها برضو في بارت ونقوله، والوقتي هنقول في اخر الفيديو بعض الاسئله اللي بتيجي عندهم، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا الحاجات دي كده المصطلحات اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده اتنقلنا ازاي نكتب الستبس بتاعه الالجوريزم، وازاي نشتغل في الفلوت شارت. قلنا الخطوات الاساسيه، مميزات وعيوب الفلوت شارت ايه، قلنا الخطوات، التعريفات العلميه لكلمه الجوريزم والتعريفات العلميه لكلمه فلوت شارت، عشان لو جالكوا ام اس كيو تبقوا عارفين، اهو ان شاء الله يجي ام اس كيو جزء كبير فتبقوا عارفين ايه التعريفات دي. لما يجي لكم اي ام اس كيو يقول لك ده تعريف ايه، ده تعريف البروجرام ولا تعريف الفلوت شارت ولا تعريف مش عارف ايه، تبقى انت عارف تختار، تبقى فاهم، انا مش عايزاكم تحفظه، تمام. قلنا انواع المشاكل اللي هو بيقدر يحلها، ماشي. اتكلمنا على الفلوت شارتنج خلاص، على التيبس بتاعته، وقلنا الاخطاء اللي الناس بتقع فيها في الفلوت شارتنج، قلنا ناخد بالنا منها عشان دي الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. قلنا 9 اخطاء الناس بيقعوا فيها، دي ما ينفعش ان احنا نقع فيها، اتفقنا. طيب ودي زي ما قلنا مميزات استخدام الفلوت شارتنج وعيوب. طب نيجي الاول حاجه بقى في الشيت، بالنسبه للناس اللي في هندسه اللي طلبت حل الشيت،
اول سؤال في الشيت بيقول ايه؟ بيقول لك ايه الفانكشن بتاع الفلوت شارت، وبيقول لك كل رمز من الفلوت شارت بيرمز لايه، وهل عادي ان انت تكتب اي حاجه جوه الفلوت شارت دي يعني بصيغ مختلفه، ولا لازم تخضع للستاندرد لحاجه ستاندرد. فده اجابته هتبقى ايه؟ طيب هو ايه الفانكشن او الوظيفه بتاع الفلوت شارت ده يا جماعه؟ هو بدأ لي جالك اي رسمه اهو، وقال لك هو بدأ بستارت ودخل انبوت اكس ودخل انبوت واي. يعني ايه يا جماعه؟ انبوت يعني دخل، فبقول له انا هدخل رقم اكس وهدخل رقم واي، يبقى احنا اتفقنا ان الشكل ده هو الشكل اللي بيرمز للادخال، فحطيت جواه اتنين انبوت اكس وواي رقمين. يا جماعه الحاجات اللي جوه دي هنعرف قدام ان اسمها فاريبلز يعني متغيرات، يعني انت عايز تدخل رقمين ممكن تسميهم نمبر 1 نمبر 2، تسميهم اكس تسميهم واي تسميهم زد تسميهم انت حر، دي متغيرات انت بترمز، انت مش بتكتب لغه دلوقتي الكمبيوتر يفهمها، احنا مش بنكتب لغه الكمبيوتر يفهمها، احنا بندرس فلوت شارت يعني نعرف ازاي بس الخطوه الوسيطه بين المشكله وبين البرنامج، الحاجه اللي اي حد يقدر يفهمها، الحاجه اللي حد كليه صيدله يقدر يفهمها، كليه اسنان يقدر يفهمها، مش الحاجه اللي المهندس يقدر يفهمها. فبالتالي انا بقول لك خطوه بسيطه، اكتب الانبوت وليكن اي رقم اكس، اكتب الانبوت واي. طب هنا عمل لي سم بيساوي اكس زائد واي، يعني عمليه الجمع بيساوي اكس زائد واي، يعني جمع الرقمين، بعد كده عمل لي الاوتبوت سم، بعد كده قفل البرنامج. يبقى انت ما يجيلك في الامتحان الشكل ده ويقول لك الفلوت شارت دوت بيعمل ايه، الفانكشن بتاعته ايه، هتقول لي حضرتك الفانكشن بتاعته ان هو يجمع رقمين. هقول لك بجد هتقول لي اه ما هو ما انت قدامك اهو عملتي الصم، دخلت الاول رقم اولاني ورقم تاني وبعد كده عملتي عمليه الجمع، يبقى هو الفانكشن بتاعته ان هو يجمع رقمين. طيب فبنقول عموما الفانكشن بتاع الفلوت شارت هنا ان هو يجيب الصم اوف تو نمبرز. طيب وظيفه كل رمز ايه؟ هنجيب الرمز ده ان هو نقول الوظيفه بتاعته ان هو يستارت او يأند البروجرام، الشكل ده وظيفته ان هو يعمل عمليه وليكن الجمع، الشكل ده بيدخل الاوبريشن الانبوت بيدخل الانبوت، الشكل ده او ده الاوتبوت بتاعه، فالشكل ده انبوت اهو، الشكل ده اوتبوت، الشكل ده ستارت وان، الشكل دوت اي بروسيس بالنسبه لي. كان مشكله. طيب كان في سؤال تاني في الشيت بيقول لك are you free to write free format code inside the h symbol، يعني ايه؟ يعني انت ممكن الكلام اللي بتكتبه جوه الرمز ثابت ولا متغير؟ يعني انت مقيد بحاجه معينه؟ لا طبعا، يعني انا هنا في الانبوت ممكن اكتب له انبوت كذا انبوت اكس، ممكن اكتب له ريد اكس اقرا اكس، انا مش مقيده مش بكتب لغه برمجه، مش مقيده بحروف وارقام ونقط ورموز، انا مش مقيده بالكلام ده، انا زي ما قلت لكم مش بكتب لغه الكمبيوتر يفهمها الوقت، بكتب لغه اي انسان في الدنيا يقدر يفهمها، اتفقنا؟ طب اقول له لا انا مش مقيده بحاجه، الموضوع فري، تمام؟ لان دي رسمه فانا مش مقيده باي ايه سنتكس معين زي البرمجه بلغه معينه، فبراحتي ممكن اقول انبوت ممكن اقول ريد، انا حر، اتفقنا؟ طيب دلوقتي بالنسبه للناس اللي في هندسه المنصوره الشيت عندهم ومسائل الكتاب كتيره شويه يعني كتيره جدا، فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنقسم الحاجات اللي موجوده في الكتاب وفي الشيت في الفلوت شارت واحنا بنشرح الفلوت شارت لثلاث انواع. النوع الاولاني برامج البسيطه خالص السهله اللي احنا هنجمع رقمين مثلا، هنحسب متوسط، هنجيب مساحه شكل، الحاجات دي كلها احنا هنسميها اصطلاحا كده النوع الاولاني، تمام؟ يعني انا كآلاء يعني مفيش حاجه علميه بتقول كده، انا كآلاء اللي بقول لكم كده ان احنا ايه عشان نسهل مع بعض بس الدنيا، فاحنا هنسمي الحاجات دي النوع الاولاني، وبعدين نشرح النوع اللي بيحتوي على كونديشن اي شرط، زي ما قلت لكم لو عايز اشوف طالب ناجح ولا ساقط كلمه لو، كلمه لو دي هسميها مسائل الكونديشن، وبعد كده هنشرح في فيديو تاني المسائل بتاعه اللوب. يعني ايه يا باشمهندس مسائل اللوب؟ المسائل اللي بحتاج فيها ان انا اكرر حاجه، يعني انا هحتاج ان انا اكرر حاجه كتير 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 كتير، يعني عايز اجيب 2 اس 2 فمثلا هتبقى ب 4، يعني هنا ممكن اجيب 2 اس 2 2 اس 3. طب لو عايز اجيب 2 اس 10 مليون، لو حد جه قال لك يا باشمهندس احسب لي 2 اس 10 مليون بكام، مش طبيعي ان انا اعمل كده،
الطبيعي ان انا هدرس حاجه اسمها لوبينج في الفلوت شارت وفي البروجرامنج نفسها في اي لغه، التكرار. ازاي انت كمهندس او كدكتور اما يكون عندك اي مشكله بتحتاج ان انت تكرر فيها حاجات كتير قوي، ما تقعدش تكرر كل خطوه. انت مش دورك ان انت تقعد تكتب وتكتب 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 وتكرر وتكرر وتكرر، ده مش دورك وده مش الصح ان هو يتعمل. فالطبيعي والصح ان انت تعمل ايه؟ ان انت بتعرف ازاي بلغة بسيطة، بلغة مهندسين، ان انت ازاي تقدر تعمل الحاجات اللي فيها كونديشن، وتعمل الحاجات البسيطة، وتعمل الحاجات اللي فيها تكرار كتير بسطر واحد بس تقدر تعمله. اتفقنا؟ يبقى عشان كده الناس اللي في كلية الطب وصيدلة والحاجات دي بيقولوا احنا ليه بندرس الكلام ده؟ عشان نعرفك ان في لغة مهندسين بسيطة وسهلة تقدر تفهمها وتقدر تتعامل بيها، وتقدر بمجرد ما تشوف أي مشكلة صعبة في الدنيا تبص بصة واحدة بعينيك تبسط المشكلة ويطلع لك خرج بسيط ويطلع لك حاجة بسيطة جدا تقدر تعمل. اتفقنا؟ يبقى احنا نشرح النوع الأولاني في مرة، نشرح النوع التاني في مرة، نشرح اللوبينج في مرة، ماشي؟ يبقى ده كده بالنسبة لكل حاجة خاصة بالجزء الأولاني. طب يا باشمهندسة، احنا دلوقتي بالنسبة للناس بقى اللي هما هندسة، يعني هندسة المنصورة، احنا عايزين نعرف يعني بعض أمثلة MCQ الدكاترة نزلوها هتبقى عبارة عن ايه. طب انت المرة دي يعني انت فهمت، فانا هسيبك ان انت تذاكر المرة دي كويس. بعد كده هنعمل فيديو، الفيديوهات الجاية بقى اللي فيها شرح الفلوتشارت هنحط مع كل فيديو شوية أسئلة وانت تجاوبهم، ونعمل لايف أي حد عنده بقى مشكلة في سؤال هيقوله واحنا نقول الإجابة بتاعته. اتفقنا؟ يبقى دي مجموعة أسئلة MCQ كده عشان تعرفوا ازاي في الامتحان الأسئلة النظري دي، الجزء النظري ده ممكن يجيلكم. اتفقنا؟ فالحاجات دي كلها هنعرضها في الفيديوهات الجاية، فتابعوا معايا وما تخافوش من حاجة، والدنيا بسيطة إن شاء الله وسهلة. يعني أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وأتمنى إن الموضوع يكون بسيط وسهل، وشدوا حيلكم وأشوفكم بقى في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي بنتكلم فيه على النوع الأول من الفلو تشارتنج. ربنا معاكم يا رب.